منكم مشاهدينا متابعي قناة أوغيريت وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حلقة جديدة من أسبوع أوغيريت لنعمل جولة على أهم الأفكار والمواضيع اللي تم طرحها من خلال برامج القناة لهيدا الأسبوع. خلونا نروح لفاصل لنبلش حلقة اليوم. البداية كالعادة من برنامج صفحات أوغيريت اللي بتشوفوه يوميا من الساعة 9:30 للساعة 11 عدا يوم الجمعة. طبعا هيدا الأسبوع كانت الذكرى 64 لتأسيس التلفزيون العربي السوري. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير لكل الكوادر الإعلامية والفنية اللي عم تشتغل بالتلفزيون العربي السوري بكافة قنواته. الرحمة لشهداء الإعلام اللي قضوا خلال هيدي الأزمة العديد من الوجوه فقدناها، العديد من الإعلاميين هددوا بسبب عملهم بالتلفزيون العربي السوري. طبعا مركز اللادئية دائما من خلال قناة أوغيريت وإذاعة أمواج أف أم، حتى قبل قناة أوغيريت كان دائما الرديف الرئيسي للاستوديوهات بالتلفزيون المركزي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الرحمة للزملاء اللي فقدناهم خلال هيدي السنة. طبعا أكيد كانت قناة أوغيريت مع الحدث بالذكرى 64 لتأسيس التلفزيون العربي السوري. كيف كانت الأجواء يوم الثلاثاء الماضي؟ خلونا نروح للتفاصيل بالدقائق القادمة. يسعد مساكم مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من غزل الهوى. حبيبي انت جنبي بس قلبك بعيد عن قلبي، جمالك بلوعني وصدودك بزيد حبي. كانت خطة التعليم المكثف دورة الإكمال للطلاب من الصف الأول إلى الصف الثامن في مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم العامة. يسعد أوقاتك، بدي رحب فيك بحلقة جديدة من برنامج إلك أنت لهالأسبوع. أكيد مثل ما تعودنا بكل حلقة عنا مجموعة من الفقرات الغنية اللي بتناسبك بحياتك اليومية. طيب هيدا الموضوع إذا يعني فكرتي أنه تعززي خبرتك بهيدا المجال؟ أكيد بس هلأ ما عندي وسيلة أنه غير اليوتيوب. دائما على المتابعة، احنا ما بيهمنا دائما الحل مرة واحدة، بيهمنا المتابعة بالحلول. خليكم معنا فاصل وراجعين. للشباب بتمنى انه يدوروا عن ذاتهم. مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بأول حلقة من برنامجنا حكي وغني بالسنة الجديدة. مشاهدينا طبعا مثل ما عودناكم دائما على التميز، نحن ببرنامجنا حنحكي بمواضيع مختلفة وأيضا حنغني ويكون معنا أصوات حلوة. سمعت إلى رسالتكم ففيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان، ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عاتية على العادي. ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عاتية على العادي. أحبائي أحبائي. أنا حبيت صرف ياسين لحتى نحكي لنا كلمتين على الرواق. بري عليك. Thank you.
المحطة الثانية للإرسال بعد قاسيون، محطة إرسال البث الإذاعي والتلفزيوني في سلنفة، 63 عاماً على التأسيس لتشكل نواة لبث العمل الإعلامي والإرسال من اللاذقية. تأسس محطة التلفزيون السلنفي مع بداية تأسيس التلفزيون العربي السوري في عام 1961، وتأتي من الأهمية في مكان بحيث أنها تغطي المنطقة الساحلية وقسم كبير من المنطقة الداخلية. بالانتقال لبرامجنا الخدمية وتحديدا برنامج بخدمتكم، على طاولة بخدمتكم هيدا الأسبوع كان موضوع المياه، الموضوع شاغل بال أهالي اللاذقية خاصة بهيدي الفترة، كتير عم نعاني من انقطاع لفترات طويلة للمياه، عدم تزامن الكهرباء مع المياه. كل هيدي المواضيع كانت على طاولة بخدمتكم والزميل مازن مخلوف، أهم ما جاء بخدمتكم بالدقائق القادمة. والله اللي احنا بعن ابراهيم ننعم بمي وفير، يعني ما امبارح كان في عطر طارئ لهيك انقطعت، بس على طول عم تجي عندنا الحمد لله، ومنيحة ما فيها شوائب، يعني فحصناها ما فيها شيء الحمد لله رب العالمين. هلا انا ساكنه بسخوبين واحيانا عم ضل يومين على الثالث لحتى، يعني كثير عم نعاني من هالموضوع مؤخرا، من قبل ما كان هيك بس هلا زايد الموضوع، يعني هيك ايه 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 طبعا عم نضطر نشتري لانه ما عم يكفي شيء، يعني احيانا بتجي مثلا ساعه دوب يعني وعجيت الكهرباء وهي التفاصيل، فكثير عم يكون في معاناه بهالموضوع. مية الشرب ما عم نشوفها، كرسانه ما عم نشوفها ابدا، يعني ولا اي نوع من المي، يعني عم نعتمد على مية البير بس، وهي كلسيه بصراحه ما انا كثير منيحه، فهذا هو الوضع سيء. المي بعد احيانا بتوصل بثلاث ايام، بعد احيانا يوم اي يوم لا، هي الوضع. فيه طبعا هني عم بيضخوا، بس اللي في عالم عندها جنينات بتسقي، مثلا بيتي انا هون بسقوا من هناك، ابي بتلحق لعندي ولا تكون قطعي، هاي هو السبب. يعني يوم ايه يومين ثلاثه لا، احيانا بيلتزموا يوم ايه يوم لا، احيانا ما بنشوفها، بنعبي سهارج، يعني هي اذا اجت السهارج. هلا حسب كل سهارج شيء 45 40 50 حسب. شو بتطلبي من المعنيين موجودين بكرم؟ يعني مثل كل مواطن سوري، يعني انه على القليل انه نعيش، يعني هي ابسط حقوقنا. يعني ساكنين بسقوبين، المي الى فتره اسبوعين ما شفنا فيها مي، الحمد لله عم نعبي هلا انه بيجي صهريج بيعبي، وهيك كل الجيران عم بيعانوا من هالازمه. قديش عم تاخذوا الصهريج؟ هلا بيقولوا على اللتر ب 2003 ما بعرف، بس انه الخزان بكفي 35000 انه بنعبي. ان شاء الله. شو بتطلبي من المعنيين؟ بتمنى انه عن جد يزبطوا لنا وضع المي، يعني هي مي هي الحياه، يعني اهم شيء بالعالم أحسن من الكهرباء، الكهرباء كمان صايرة سيئة، بس المي يعني لازم أكثر. أنا بعين أم إبراهيم، المي عندي الحمد لله ممتازة، بتيجي عندي الصبح الساعة 8 للساعة 9 على الكهرباء، ساعة مكيف حالي إني أعيش هالساعة، هالساعة المي اللي بتجيني مكيف حالي أعيش عليها خلال النهار كله، بس في مناطق رفيق زميلة زوجتي بالوظيفة بالقنجرة صار لهم شهر كامل ما أجت ولا نقطة مي، عم يعبوا الخزان كل يومين ب 30000. يعني لازم يلاقوا سبب لهي المشاكل العويصة، يعني ما بالمرة بنتقبل الواقع يكون ما يعني نص بنص ربع بثلاث ارباع، ما اني بالمرة يقطعوها، لاني بتعرف المواطن ما عاد يتحمل شيء. البهلولية تجي المي كل يومين، ما الثالث مرة يعني ما
عم تعانوا هنيك من المي؟ معاناة، في معاناة انه بتتأخر بالليل ما بتوصل لوش الصبح يعني، وطوابق ما بتطلع. شعري بغداد فمي تشرب عنا ما بتنقطع. نهائي ما عم تعانوا يعني من مشكلة مي؟ الحمد لله لا. نحن بغمام هلا، هن في دخل المي كل 10 ايام احيانا عم يضخوها، احيانا حارات بتجيهم خفيفه، احيانا حارات بتجيهم ضعيفه، احيانا قويه هيك. بس هون بالشريطح كمان عندنا بيت بمشروع الشريطح، المي ما بتجي غير الساعه الصبح لحق يعني، مثلا يعني هلا اذا حبيت انا ما لحقت الصبح ومعبي، العصر ما فيني اعبي، المساء ما يعني بتجي الكهرباء ما بتجي المي. انا بتمنى لما بتجي الكهرباء تجي المي يعني. هلا على المساء بالليل في عالم بتجي بيعبوا مي، نحن ما فينا اذا ما عبيتي الصبح ضليتي لتاني يوم بلا مي. هلا انا بيتي خامس طابق بس عامله خزان اضافي ارضي مسبح الشعب الطابيه، المي قليله بشكل عام ونقل وصهاريج وهيك على طول كل المنطقه، اللي ما عنده خزان اضافي بضل مقطوع من المي، اكيد سيئه يعني والله. وكهرباء قليله ما بتلحق هلا تطلع كذا طابق، بنتمنى ان شوي الكهرباء شوي المي يعني اقل، هي اقل حق لنا يعني، صح ولا لا؟ ابسط الحقوق ان يامنوا لنا اياها بس، ما بدنا غير هيك. بالانتقال لبرامجنا الصحية وتحديدا برنامج الصحة حياة والزميلة نادين ديوب، كان موضوعنا هيدا الأسبوع عن رعاية الحوامل مع الدكتورة سهى دياب. التفاصيل وأهم النصائح بالدقائق القادمة. رعاية قبل الحمل يعني قبل ثلاثة شهور، انه اذا هون السيدة او الصبية خططت لمشروع حمل خلينا نقول، فيجب ان يكون الاهتمام قبل ثلاثة شهور تماما على اقل تقدير، حتى اذا ست اشهر بيكون لسه عم تهيئ جسدها لاستقبال الجنين وتعطيه كل شيء عندها يعني. هو عم يعتمد على جسد الام بالنهاية لحتى ينمو. وكمان في فكرة انه اذا كان السيدة عندها مرض مزمن كثير ضروري مثل مثلا ضغط، سكري، امراض قلب، امراض الغده الدرقيه، قصور او فرط نشاط، لازم انها تراجع طبيبها. يحدد لها الادويه المناسبه اللي فينا تاخذها اذا صار حمل وتتابع عليها خلال الحمل، وتكون تتاكد من الامراض انه مضبوطه عندها، الضغط مضبوط، السكري مضبوط، لانه يعني ممكن يعملنا كثير مخاطر لبعدين اذا كانوا ما هم مضبوطين. نصيحه لكل ام حامل ان كان اول حمل او حمله قبل تماما، اول شيء اول نقطه ننتبه للوزن. هلا كثير نقطه مهمه انه الوزن خلال الحمل لازم ما يزيد اكثر من 14 كيلوغرام. يعني نحن حرام انه بتجينا مثلا حامل زايد وزن فوق ال 20 كيلو واول حمل لسه، فهذا عم يحمل خطوره عليها وعلى جنينها. صحيح. ممكن يعرضها للامراض اللي حكينا عنها اللي هي الخطيره اللي هي الضغط السكري تماما. فهي اهم نقطه انه نحاول ننتبه للوزن. نعم. يكون نشاطنا الفيزيائي كويس، نراجع الطبيب بأي عرض بيصير عندنا، ما نهمل أي عرض مهما كان بسيط. المتابعة الدورية حتى بدون أعراض دكتورة، يعني يجب المتابعة الدورية حتى لو بدون أعراض. تماما متابعة ما تهملها أبدا، كل شهر تزور طبيبة يعني هو أكيد رح يفحصها بطريقة يحافظ على سلامتها وسلامة جنينها، توصل للولادة للطفل ولادة طفل سليم يعني. الحياة لهيدا الأسبوع مثل العادة زميلة بتول شيحة أكيد كانت محضرت لنا مشروع جديد، والصبية صاحبة المشروع آلاء زبيبي اللي قدرت تحول شغفها وحبها للفن لمشروع. خلونا نتعرف على آلاء أكثر بالدقائق القادمة. Thank you.
تبلش من وين؟ تلبكت. من وين بدي عيد؟ تابع معلش اشرب ماء كثير ما بعرف ايش متوتر. علاقتي بالرسم علاقة حلوة كتير، يعني هي يمكن أحلى شيء صاير معي، لأنه هي تفريغ وهي مساحة خاصة ما حدا بيعرف شيء عنها. بهرب على الرسم، بهرب على مرسمي وعلى قطعي وعلى الأشياء اللي عم بعملها. لهيدا الأسبوع كان معنا مهندس الحاسبات علي سلمان لنحكي عن شبكة تم تنفيذها ضمن جامعة تشرين عم تربط الكتل ضمن جامعة تشرين بشبكة داخلية. أهم الخدمات المقدمة من هذه الشبكة خبرنا عنها علي سلمان، خلونا نتعرف عليها بالدقائق القادمة. طلبت مني نصيحة أو أني وجه الطلاب. هلأ أنا ما عندي أفضل تجربة حياة جامعية وأفضل تجربة مهنية، ونصيحتي هي بدها تكون تحمل كتير من الأوجه، لأنه بصراحة مجال التقني له كتير بواب وكل حدا حيقول أنه هذا هو الطريق الصح. صحيح. اللي أنا بنصح أي حدا حم يسألني أنه أنت بس بلش، اختار توبيك ومشي فيه، اختار موضوع ومشي فيه. تماماً. وشوي شوي لحالك، يا اما انت بتحبه وبتسعى فيه، يا اما بتغيره وبتروح على واحد ثاني، لانه هي بالنهايه تجارب. صحيح. التجربه اللي بتحس حالك لقيت حالك فيها هي هي. تماماً. ببساطه. تماماً. اضافه لانه انت بدك تتعب على حالك شوي بموضوع انك تواكب تطورات جديده. صحيح. الجامعه بتتح لك فرصه انك تقدم نفسك بطريقه جديده، بطريقه حلوه، من خلال المشاريع الفصليه. صحيح. مشاريع المواد العملي، مشروع التخرج، كان معرض الهمك، كان فكره جدا عظيمه، فرصة رائعه كانت بالفعل. وانا من الناس اللي بعرف عالم اتيحت لهم فرص عظيمه، ومعرض الهمك انا اتاح لي فرص عظيمه كثير. تماماً. يعني حتى تشبيك مع العديد من تماماً تشبيك 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 100% كان يجي رؤوس اموال كثير على المعرض يعني. صحيح. وفي عالم اليوم هي برا البلد وفتحت شركات من ورا المعرض. تماماً. فهي هي نصيحتي الوحيده لاي حدا قادر يوجهك، بس انت بلش. لهون منكون وصلنا لختام حلقة اليوم من أسبوع أوغيريت. كالعادة لمتابعة الحلقات الكاملة فينا نروح صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، صباحات أوغيريت المركز الإذاعي والتلفزيوني باللادية، إذاعة أمواج، قناتنا على التليجرام، بالإضافة لقناتنا على اليوتيوب. أنا برجع بشوفكم الأسبوع المقبل. باي باي.